قلبي يا رب تكونوا كويسين وبخير. طلع النهارده باول مقلب اعمله في صيف في حياتي. هو نزل يجيب ميه وبيبسي، وانا قلت له هقعد اظبط الاضاءات وكده عشان هو فاهم ان انا عايزه اصور معاه فيديو، بس هو ما يعرفش فيديو ايه. فانا هفتح الكاميرا في السكرته كده وهقول له ان انا يا سيف مش قادره اكمل معاك، انت شخص عصبي قوي، وانت وانت وانت، وهقعد بقى اعيش الدور ونشوف رد فعله ايه. سهز يعني الفرصه ان احنا اتخانقنا وهو فاهم ان انا لسه زعلانه شويه، واقول له يا سيف انا مش قادره اكمل والعيشه دي ما بقتش رضياني، وتعالى خد الحاجات اللي انت جبتها لي وعيش بقى الدور وكده. اهم حاجه بس الاضاءه تمام. جماعه ده اول مقلب اعمله في سيف، فلو عايزين نكمل في المقالب اعملوا لايك، ما تنسوش تعملوا كومنت حلو وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس لو انتم مفعلينه. الغوا فعلوه من اول وجديد عشان ميوره هتعمل حبه مقالب في سيف. ايه اوعى موت، انتظرونا. جماعة سيف لو اتعصب عليا او حدفني بحاجة او عمل اي حاجة عادي جدا، واحنا هناكل وبعد ما ناكل هعمل فيه المقلب على طول. فانا قلت انتهز فرصة ان هو مش في العربية عشان نعمل المقلب بنجاح دلوقتي. ودلوقتي يا جماعة خلصنا اكل وسيف طالع يقول كلمتين عشان سارة ومحمود. دلوقتي يا سارة انت عملتي فينا جريمة، والجريمة دي انا مش هسكت عليها. انا كل يوم هطلب من عندك. امين امين امين. خلاص خلاص على الستوري. مش احنا بس متخانقين من شويه؟ يس. بص انا بتكلم جد تمام. بتكلمي جد؟ اه والله. انا على وشك. لا ضحكنيش عشان اعرف الكلام ده. لا 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 لا. انا ما طردتش. هو مين اللي كان زعلان؟ انا اللي كنت زعلان. مين اللي ما طردوش؟ انا ولا انت؟ لا انا ما طردتش. لا ليه؟ انت اللي زعلان. لا ما زعلتش. مش عارف والله اقول لك ازاي يعني. بس انا قعدت فكرت كتير. ايوه انا مش قادر اكمل يا سيف. بجد؟ الف 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 سلام. انا كده مش بهزر. على فكره انا مش بهزر، انا بتكلم بجد. ايوه انا عارف. ماشي بتكلم بجد. مش قادر اتكلم. انا عارف. ماشي مش قادر اكمل. ايوه مش قادر اكمل معاك. خلاص كل واحد منا يروح لطريق. ايه طريق بقى؟ يا سيف انت من طريق وانا من طريق. هتفرق يعني الطريق ده من الطريق ده؟ مش ممكن انا ابقى من طريق وانت من طريق؟ سيف بالراحة. انا بالراحة. انا انت زعقت لي النهارده جامد وتعصبت عليا. مش قادر اكمل. حتى بقول لك انا مبسوطة. اذا انت مبسوطة ليه مش تكملي؟ يا حاج مدام سيف بتكلم بجد. استاذه بتكلمي ليه؟ انا بتكلم بجد. طب انا اعمل ايه؟ ايوه مش عايزه اكمل خلاص زهقت منك. سيف انا بتكلم بجد على فكره، مش قادر اكمل وزهقت منك. زهقت من تصرفاتك وزهقت من عصبيتك وزهقت ان انت دايما بتعمل كل حاجه تضايقني ودايما بتخليني اعيط. انا راجع نفسك. انت اللي مضايقاني. لا ما ضايقتكش. انت اللي مطلعه عين امي. لا ما ضايقتكش. بتشوف بتكلم عليا. انا ما بغلطش. انا نفسي افهم بس هو في حد متضايق يضحك؟ بقولك انا مبسوطه. انا انت مبسوطه ان انت هتسيبيني؟ حد تسيبني القمر ده؟ بتكلم بجد مش بهزر. بتكلم بجد والله. ماشي والحاجه اللي انت جبتها لي انا هبعتها لك. وماله؟ هو عادي ما بعتها لكش. حقي. خدي يا اختي. مش عايزاها. مش عايزه تقلقي اصلا. سيب بجد خلاص بقى. مش انت عايز ايه يعني؟ مش انت كنت عايزني اسيبك عشان تروح تشوف البنات وتشوف حياتك وان انا ايوه وبعدين انت تقولي انت حيشني عن البنات؟ انت مش عارف ايه؟ انت ايه؟ انا بقى مش عايزه اكمل. كلام بجد ما تستهزقش بكلامي. ما بستهزقش. سيب ما انت بتضحكني. بضحكك انت. بصي لي كده فين وكده؟ سيب انا بتكلم بجد. يا سيف احترم كلامي واحترمني. اتكلم جد. انا بتكلم جد يا سيف. انا مش عايزه اكمل. الله
انت ضغطت عليا، مش عايز اكمل، مش عايز اكمل. انت بص اسمع اسباني، انت ضغطت عليا وخانقني ومش بتكلمني 24 ساعه. ايوه. ومش مهتم بيا وبتعيطني كمان. اه انا كل ده. اه ايه سيف، انت بقيت خانق قوي. وكمان مش عايز اكمل. وكمان شو انا استحمل خلاص. لسه في اتنين ما سمعوش ورا. يعني افتح الباب، افتح الباب. ومش عايز اكمل في اهو. خلاص يا سيف، كل واحد منا منطلق. انا اقول لك حاجه، اقول لك حل جامد قوي. بصي هخليكي، بصي يا لهوي، مش هتلاقي حل كده في اي حته. امشي انت من طريق وانا من نفس الطريق برضه. شوف انا بتكلم بجد. لا اله الا الله، ما انا بتكلم بجد. انت عايزه تمشي من طريق، انا همشي من نفس الطريق. كيفي كيفي ومزاجي. اي مش عايزك معايا. مزاجي يا ستي، ومزاجي. مزاجي ده، مزاجي ده بكيفي. لا يا حبيبي انا مش عايزك معايا. سيب بجد، انت بقيت خنين. ممكن بيصعب على نفسي. يعني دلوقتي ما حد بيسيب حد، نم عشان خانه، نم عشان عمل عشان خنيق. لكن انت تسيبيني عشان انا خنيق؟ اه ما بقتش احبها خالص كمان. مش احبك ومش طايقك، ولا عايز اتجوزك، ولا عايز البس دبلتك، ولا اي حاجه. مش عايزك خلاص، كل اللي بينا انتهى. خلاص تخليك انت مستهزئ بكلامي ومحسسني ان انا. ايوه ما انت كلامك لازم حد يسمع. لا بتكلمي بجد. مش باين اسحبي دبلتك كده، اسحبيها. مش عايزاها، مش عايزه المسك اصلا. اسحبيها خلاص، مش عايزه المسك. ياي ياي. سلمي ده على الزعلان. إذا ما انا بسيبك وانت تقول الدبله دي عزيزه عليا، ما انا مش هقراها. في واخد كمان بيشتري طبعا. ما فيك مقلم؟ مش كنتش عارفه اعمله. مش عارف انا بقى بتكلم بجد. عايز ايه؟ مش عايز اكمل. يا جماعه لا، كان مقلب بس ما بحاولش فيه ده. عارف ان انا ما اقدرش اسيبه. يبقى عليك. شوف السكر. انا اقول له بتكلم جد، بتكلم جد. ما عايز اغنيها. ما ينفعش تقول دلوقتي. انت ما ردتيش عليا، انا دلوقتي بتكلم جد. انا مش عايز اكمل. كملش. انا مش عايز اكمل على فكره. بكلمني يا حبيبي. ما مزاجك هات من تشيلي. تشيلي؟ اه من تشيلي. مش عايز اكمل. قلت له ابقى معاك الصراحه. طلت وخطبني يا جماعه. طلت طبعا. انا اسف. اول جد الكلام. انت بقى مش عايز تكمل بجد؟ اه روحني. بس روحني. تلمسنيش، ما بحبش تلامس. ياوي بتقلدني قوي. طب قول حاجه للمقلب. حاجه. ما منزلش من هنا كده. ليه ما انزلش من هنا؟ مقفوشه مقفوشه. انت مقفوشه يعني. وش تعبيرات وشك دي ما ينفعش يعمل مقلب. خلاص المره الجايه هعيط لك يا حبيبي. انتظري مني بقى. انا والله انتظري منك. انت اللي ابتديتي. جماعه لا، انت اللي ابتديتي. قولوا لا ما تعملش في مهارتنا حاجه. طب تعالى بس دوس لايك، دوس لايك واعمل فولو لينا. او هعمل في مقلب تاني بس ايه هو ما اعرفش. ولو مش هتنزل بتاعته. اه ايه الثقه دي؟ اه ايوه هينزل. اول مقلب اعمله في سيفي يا جماعه. ما تنسوش تعملوا فولو لينا. انتظروني، انا انتظروني. حياة امك ماشي. ما بخافش. هنشوف والله ما بخاف. هنشوف. ابعتولي في الانستجرام افكار مقالب اعملها في سيف، بس عندي انا مش عنده هو. اوكي باي.